خلونا نبلش قراءة الفيديو ونبلش بالطاقة العامة. بداية الطاقة العامة ببعض من برج الجوزاء. عندكم انتظار نوع شيء معين، البعض من عندكم ممكن يكون منتظر سفر، ممكن تكونون منتظرين سفر، صار لكم فترة السفر متعطل. أشوف السفر موجود بهاي الفترة إن شاء الله، راح يكون أكو سفر قريب أنتم منتظرينه صار لكم فترة. وأيضا البعض من عندكم ممكن يكون بالفترة الحالية يحس بنوع من الاحتياج العاطفي، ممكن البعض من برج الجوزاء تكونون تحسون باحتياج عاطفي. البعض من عندكم أما كشفتوا خيانة عن شخص، أو كذب أو خداع تلاعب من شخص، ممكن يكون برجه هوائي مثلكم أو ممكن يكون برج ناري. أيضا القراءة العاطفية طبعا الطاقة العامة اللي طلعت لي أنه البعض من عندكم اكتشف أنه الشريك اللي هو وياه متلاعب وانسحب فجأة من العلاقة، هذا الشيء مسبب لكم قلق، صار لكم فترة أنتم إذا تفكرون بهذا الشخص. البعض من عندكم ممكن يكون الشيء اللي قاعد تنتظره أساسا هو رجوع هذا الشخص أو توضيح من هذا الشخص عن سبب اختفاء المفاجئ. أشوف إنه برج الجوزاء البعض من عندكم إذا كنتوا ممكن هذا السيناريو يكون صار أو ممكن ما صار، إذا ما صار هذا السيناريو ف بالقريب العاجل إن شاء الله أشوف عندكم كشف الشخص متلاعب، شخص كاذب، شخص منافق، عنده نوع من المكر. هذا الشخص ممكن يكون طاقته نارية، برج الأسد، برج القوس، وممكن تكون طاقته هوائية، ممكن يكون جوزاء مثلك. بكل الأحوال أشوف أنه هذا الشخص عنده نوع من المكر. من مواصفات هذا الشخص أنه هو عصبي جدا وغيور وعنده نوع من الشك، أكو شك هواية عند هذا الشخص، أكو عدم ثقة، أكو عنده مكر تلاعب، ممكن تكون أنت كاشفة أكثر من مرة، فهذا الشيء مسبب لك أزمة. ممكن هذا الشخص يكون انسحب بالشهر السابع، صار له 7 أسابيع طالع هنا رقم 7، أو ممكن صار له 7 أيام حسب، أو ممكن رقم 7 يكون يمثل لك شيء خلال هذا الشهر، ممكن يوم 7 بالشهر حتى. عموما بصورة عامة هسه هاي الطاقة العامة، أشوف عندك نوع من الاحتياج العاطفي، الفقر العاطفي على الصعيد العام. أشوف البعض من عندكم ممكن يكون منتظر سفر، أكو عندك تطورات على الوضع حتى العملي الصحي العاطفي، شوية أمورك العاطفية الأمور تبدي تتحسن شوية شوية. بس الصورة يعني أقدر أقولكم القراءة بصورة عامة حاليا اللي واضح قدامي أنه أنت أكو شخص متلاعب بحياتك، أنت لازم تخليه لحد، أنت راح تخليه لحد، أني يعني طاقتك موجودة هنا أنه أنت راح تخلي حد لهذا الشخص، بس هذا الشي راح يسبب لك أزمة. فخلونا نبلش نقرأ، هسه قرينا بس مجرد طاقة عامة هاي، خلونا نبلش نبدأ بالتفاصيل أكثر على الصعيد العملي. على الصعيد العملي البعض منكم يا برج الجوزاء شفت شتو مارين بخسارة مالية أو حتى أزمة مالية مريتوا بها، صار لكم تقريبا 5 أشهر. هاي الأزمة سببت لكم متاعب هواية، ممكن البعض من عندكم يكون خسر بشغله او مبلغ مالي ان اخذ من عنده بدون حق، وهسه منتظر انه هذا المبلغ يرجع. اشوف هذا المبلغ اذا كنت انت يعني اكو الك مبلغ مالي عند شخص ومتاخر، هذا المبلغ راح يوصلك، هذا المبلغ كم مبلغ مالي كبير راح يجيك. اشوف على الصعيد العملي البعض من عندكم عنده فكره جديده او مشروع جديد بباله لامعه بهاي الفتره، اكو شخص راح يساعدك انه انت تحقق هذا المشروع، او حتى الفكرة اللي عندك ممكن يساعدك هذا الشخص بالتخطيط والاستراتيجية، واكو شخص راح يدعمك ماليا. على الصعيد العملي اشوف اكو شخص كريم، ممكن يكون من العائلة او ممكن يكون شخص بصورة عامة هو كبير بالسن، هذا الشخص كريم ومعطاء. اشوف اكو مساعدة راح يساعدك هذا الشخص بموضوع عملي انت منتظره صار لك فترة. البعض من عندكم ممكن يكون منتظر موضوع اللي ما عندهم شغل، طبعا منتظر موضوع شغل جديد او تعيين جديد، اكو لك بداية جديدة، اكو عمل جديد هنا، وهذا العمل راح يكون بخير لك وراح تستقر ماديا، عندك استقرار مادي خاصة. اول راح يجيك فجأة شخص راح يعرض عليك موضوع عمل، ممكن هذا الشخص قلت لك يدعمك او يساعدك ماديا. شوف اوضاعك العملية من بعد ازمة مريت بها تبدأ بالتحسن شوية شوية، خاصة بشهر 5 راح يصير عندك انقلاب بالأوضاع، فج مفاجئ يعني، أشوف تغيير مفاجئ على الوضع العملي. ممكن أنت يكون عندك مشروع راح تبدأ بيه بداية هذه السنة، بداية الشهر الأول من السنة، شهر 1،
وبداية الشهر السادس راح تبلش العوائد مال هذا المشروع أو الأرباح تبين أكثر وأكثر وتكثر. أشوف عندك مساعدة، أشوف من بعد احتياج مادي راح يصير عندك نوع من العطاء أنت اللي راح تعطي. عندك مسؤوليات هواية بهاي السنة، وهي أساسا التحديات اللي موجودة عندك هي مسؤوليات ممكن تكون على الصعيد العائلي، لأنه أيضا هنا نقطة ضعف طلعت عندي ورقة العائلة. فأوضاعك على الصعيد العملي يا برج الجوزاء، أشوف الأوضاع إن شاء الله في تحسن مستمر، وراح تبلش نتائج العمل اللي راح تبلش بيه أو حتى المشروع تظهر بشهر السادس، يعني النصف الثاني من هذه السنة. أشوف أكو تحسن بالمادي كبير راح يكون موجود بحياتك، أكو تغييرات، أكو نقلات عامة خاصة على جميع الأصعدة، مو بس الصعيد العملي والمالي، على الصعيد العائلي حتى على الصعيد العاطفي. أشوف أكو من بعد تفكير طويل، قرارات جديدة، أكو البعض من عندكم عنده تنقلات، أكو عندك مناسبات احتفالات بهاي السنة راح تكون أشوفها سنة خير عليك وسعادة. أوضاع عائلية، أوضاع المالية العملية، رغم بعد وجود المشاكل يعني خاصة في بداية السنة من الناحية العاطفية، ولكن أمورك العامة أشوفها بتحسن دائم. فالصعيد العملي قلت لكم اكو تحسن مادي، البعض من عندكم اكو فرصة عمل جديدة راح تجي، وعندك اكو شخص راح يمثل مثل يكون سبونسر لك، يعني شخص داعم، اكو شخص راح يدعمك ماليا بهاي السنة ان شاء الله، راح يساعدك يقدم لك هواية مساعدات، وانت من بعد ما كنت في حاجة او انه كنت عندك ازمة مالية اشوف راح تنقل بطاقة، راح يصير عندك نوع من العطاء، يعني راح يصير عندك اكتفاء مالي وراح تبلش بالعطاء. عندك مسؤوليات هواية راح تتحملها، شوف عندك تعب على الصعيد العملي، راح يكون تركيزك الأكثر هاي السنة على الصعيد العملي والمهني. بالنسبة للوضع الصحي، أشوف وضعك الصحي مستقر، ما عندك مشاكل. البعض من عندكم أحكي للنساء بصورة عامة، ممكن تكون عندكم مشاكل بالإنجاب صار لكم فترة، ممكن تكون 4 سنين، البعض من عندكم ممكن يكون حتى يعني حمل متأخر عليها ومنتظرته. اشوف ان شاء الله بهاي السنة في بدايتها اكو عند النساء بالاخص من برج الجوزاء المتزوجات، اشوف اكو حمل من بعد انتظار، ممكن يكون البعض منكم 8 اشهر، ممكن يكون 4 سنين، اكو حمل، اكو ولادة جديدة، اكو شخص جديد راح يدخل ايضا بحياة العزاب من برج الجوزاء. فاموركم دا اشوفها يعني على الصعيد الصحي مستقرة، على الصعيد العاطفي شوية الأمور متعبة هاي الفترة راح تكون خاصة بداية السنة. عندكم قلت لكم أكو شخص راح تكتشفون قناعة، أكو علاقة صار لكم فترة بيها تبذلون بيها جهد، تبذلون بيها يعني تضحيات حب، بس هذه العلاقة أنتو بينكم وبين نفسكم وبداخلكم تعرفون انه هاي العلاقة ما راح توصل للمكان، وهذه العلاقة مو العلاقة اللي انتو تحلمون بيها. اشوف صار لكم سنتين تدورون بنفس الدائرة، المواضيع نفسها قاعد تتكرر، المشاكل نفسها قاعد تنعاد، الوضع ما قاعد يتحسن، اكو امور هواية متعبتكم من هاي العلاقة. الشخص اللي انتو وياه عنده نوع من البخل العاطفي دائما، رغم انه انتوا هسه في علاقة كنتوا او حتى اذا كنتوا منفصلين او بعدكم، اشوف انه هذا الشخص عنده نوع من البخل العاطفي، انتوا بعلاقة بس انتوا تحسون نفسكم عندكم احتياج عاطفي، وهذا هو سبب الطاقة اللي موجودة هنا، انه انتوا اكو احتياج عاطفي قاعد تحسون بيه بهاي الفترة، اكو نقص بالعلاقة والمشاكل والتعب صار لكم سنتين، اشوف تدورون بنفس الدائرة، العلاقة ما قاعد تتقدم، العلاقة ما قاعد تتطور، يعني ممكن تكون هاي العلاقة متعبة بالنسبة لكم، صار لكم فترة انتو تحاولون تخلون حد ولكن تتراجعون دائما. البعض منكم ممكن يكون انفصل عن هذا الشخص بشهر الثامن، خلى حد للعلاقة، شوف هذا الشخص راح يبلش يرجع يظهر بحياتك بهاي الفترة، وراح يطلب منك انه هو يرجع إلك، وراح يجي بكلام حلو، ممكن يكون نفسه هذا الشخص المتلاعب اللي راح يجي يدخل العلاقة فجأة، وراح يكون كلامه أغلبيته كلام حب وغزل، راح يقنعك حتى يحاول يقنعك ترجع له، ولكن هو متلاعب، هو شخص أناني، هذا الشخص أشوف الأنانية عنده عالية وغيور جدا. ممكن يكون هذا الشخص بالنسبة للمنفصلين مراقبك، ولما شاف إنه أنت حياتك بلشت تستقر حب إنه يرجع يسيطر عليك مرة ثانية، لأنه أكو شخص أشوف ده يحاول إنه يسيطر عليك، خاصة إذا كان هذا الشخص من برج الأسد، الطاقة مالته طالعة بوضوح موجودة يمي،
ممكن هذا الشخص يدخل بحياتك فجأة في سبيل يخلي توازنك يختل، وبعدها راح يرجع ينسحب من العلاقة. فإذا المواصفات اللي قلتها موجودة بهذا الشخص اللي انتم منفصلين عنه، هنا عندي برج السرطان، برج الأسد، ممكن يكون برج هوائي، برج جوزاء مثلكم، أو برج القوس، يعني whatever أي ساينز انتم تتعاملون وياه. الأبراج مو مهمة 100% بالقراءة، المهم القراءة نفسها تنطبق عليكم. أشوف انه هذا الشخص هو رحل من حياتكم فجأة، أو انتم بعد ملل وبعد تعب ويا هذا الشخص قررتوا انه تطلعون من العلاقة وسلمتوا امركم، يعني مثل ما نقول سلمتوا الامر لله بهاي العلاقة، لان تعبتوا هواية بها وما قاعد توصلون للحل ولا قاعد توصلون للمكان. اشوف انه بداية السنة خاصة اول 4 شهور من السنة راح يكون عندكم نوع من التعب العاطفي على الناحية العاطفية، ولكن انت قادر على اتخاذ القرار، عندك قرارات سليمة راح تتخذها. اشوف العقل عندك راح يكون يغلب العاطفة بهاي الفترة، عندك قرارات هواية، القرارات راح تكون صحيحة، عندك نوع من الحدة بالتعامل، راح تكون العاطفية اللي كنت انت بيها، كنت انسان عاطفي، وبرج الجوزاء بطبيعته ايضا انسان عاطفي رغم انه هو شوية يعني غير متوازن، تلقاه كل ساعة براي، ولكن اشوف انه قوة العقل راح تكون بهاي الفترة هي اللي مسيطرة عليك أكثر من العواطف. أشوف أنه أكو شخص راح تخليه لحد، راح تقطع هذا الشخص من حياتك تماما، تقطع التواصل وياه، وعندك شخص راح يجيك بعرض حب جديد، أكو عرض حب جديد راح يجيك خلال أول 4 أشهر من السنة. بالنسبة للناس المنفصلين أو حتى العزاب راح تفكر بهذا العرض جديا، يعني تاخذ، ممكن يكون هذا العرض إجاك قبل شهر او راح يجيك بعد شهر، 4 اسابيع هنا طالعه يمي، وانت دا تفكر بيه، او راح تاخذ فتره انه تفكر بيه بعقلك اكثر ما تفكر بالمشاعر بسبب الازمات اللي مريت بيها. الكوين اوف سورد هي اساسا المراه اللي عانت من العاطفه هوايه لحد ما وصلت مرحله انه العاطفه عندها صارت قليله، تستخدم قوه العقل، قوه التفكير على العاطفه والمشاعر. هذه المراه ممكن تكون امراه مستشاره لانه عندها توازن، تقدر توازن سيفها، شوفوا سيفها متوازن، تقدر توازن بين العقل وبين العاطفة، ولكن هي القوة اللي غالبة عليها هي قوة العقل التفكير. فأشوف أنه أنت راح تفكر بهذا العرض بصورة جدية، وراح تتخذ فترة، ما راح تتسرع. هاي العلاقة الجديدة اللي راح تدخل حياتك ممكن تكون مسيطرة عليك، لأنه أساسا الشيء الغير متوقع حدوثه هو عرض حب جديد من شخص انت ما متوقعه راح يدخل حياتك. هذا الشخص عنده استقرار، ممكن يكون استقرار مادي، يكون مستقر ماديا او حتى مستقر يعني كوضع، هو توازن عنده، فراح يعيد لك التوازن. نقاط القوة اللي عندك هي ايضا عندك ورقة التمبرنس، التوازن. فهذا الشخص اشوف هو طاقته متوازنة، اوراقه اجتي كلها معدولة، فهذا الشخص عنده نوع من التوازن العاطفي، التوازن يعني الفكري، شخص اشوف انه كلش مناسب لك من بعد المرحلة اللي انت راح تعدي بيها من المتاعب، الحزن، وخيبات الامل المتكررة اللي كانت عندك من هذا الشخص اللي مرت بيك بالماضي. اشوف عندك بالفترة الحالية صار وعي وادراك من التجارب السابقة اللي مريت بيها، راح تقدر تتخذ قرارات صحيحة ان شاء الله بالفترة الجاية، قراراتك راح تكون بمكانها، راح تستعيد التوازن من بعد ما صار لك، تكون انت فترة ممكن قلت لك صار لك 8 اشهر او حتى من شهر 8 امورك كلها متخربطة، يعني انت فاقد توازنك بهاي الفترة يا برج الجوزاء. هذا الشخص ممكن يكون من برج القوس، طالعت لي ورقتين، البرج القوس الكوين اوف وند ايضا يدل على برج القوس او الاسد، برج الاسد ايضا موجود عندي، وممكن يكون برج السرطان، يعني اي ساينز موجود، وان لكن يعني اشوف هذا الشخص راح تكون لك فرحة وياه، اكو علاقة بيناتكم راح تثمر، العلاقة راح تكون علاقة جدية، علاقة واضحة ما بها اكاذيب، خاصة من بعد خروج هذا الشخص المتلاعب اللي موجود بحياتك اللي راح ينسحب فجأة وراح يشغلك موضوعه ايضا فترة من الزمن، ولكن اشوف الحظ. بالنسبة للامور العاطفية للمتزوجين والمرتبطين اللي هم اساسا بعلاقة بالفترة الحالية، اشوف بداية السنة الحبيب راح يكون شوية مشغول بالماديات بالعمل، وراح يقل اهتمام البعض من عندكم، ده يحس انه الحبيب ما مهتم بيه مثل قبل، اكو تغييرات. اشوف انه هذا
الحبيب اللي متغير عليكم، خاصة الناس اللي متزوجين اللي هم اوريدي بزواج، يعني اشوف انه عنده مشاكل بالفترة الحالية.